يعني احنا عملنا منطقة عازلة، يعني ان شاء الله هنعمل منطقة عازلة، هنعمل سور في حظر التجوال، وايه تاني؟ وحالة طوارئ. وحالة طوارئ مفروضة مؤقتا في هذه المسألة لمدة ثلاث شهور، والرئيس فوض رئيس الوزراء في هذه المسألة. بالضبط. وايه تاني؟ ما هو برضه قانون الاحكام العسكرية بيعدل وهيصدر بكره او بعده، القضاء العسكري، قانون الاحكام العسكرية. في مادة بناء على المادة 204 الفقرة 3 من الدستور المصري، والتي تخول تاني المادة 204 الفقرة 3 من الدستور المصري، وتخول رئيس الجمهورية في هذه الظروف اللجوء لتعديل القوانين بما يتسق مع الموقف الامني في الدوله. وهو توسيع صلاحيات القضاء العسكري. هو مش توسيع صلاحيات، هو في بند واحد وهيضاف، الى ان القضايا الارهاب ايا كانت مش بس في سيناء، في جمهوريه مصر العربيه في 27 محافظه. المفهوم غير كده، المفهوم انها تطبق في سيناء بس. بالزبط. لا، انا اريد ان اوضح ان تعديل القانون هيفعل على جميع اراضي جمهوريه مصر العربيه، 27 محافظة على المليون كيلومتر مربع. وبالتالي أي جرائم إرهاب، قطع طرق، نسف أبراج، اعتداء على محطات كهربائية، شرطة، ضرب مولوتوف، حرق سيارات شرطة، كل ما تريد أن تقوله في هذا الشأن سيحاكم أمام محاكم عسكرية. هو أنا معايا ساعات له سيد هاشم المدعي العام العسكري الأسبق، هيبقى معايا في نقاش وهتناقش في هذه هذه التعديلات. مهمة قوي.